اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده بنهديها لاطفالنا الحلوين، وخاصه اللي يقول لك انا مش بحب السمك يا ماما، عايز جمبري مقلي. هو اتعود كده، الجمبري مش من فصيله الاسماك. احنا عايزين نعلم ولادنا ان كل حاجه بتطلع من الميه والسي فود والفوسفور دي حاجات لطيفه وجميله وغنيه باوميجا 3. نقول له يا ابني لما تاكل سمك يعني هتبقى ذاكرتك قويه، مش هتنسى، هتحفظ كويس، هتبقى طه حسين كده في عز ريان شبابه. الحاجات اللطيفه دي تبقى موجوده في ولادنا عشان نشجعهم وندعمهم ان هم ياكلوا السمك. النهارده هنعمل السي فود للي بيحبوه الاولاد. هنعمل الجمبري المقلي النهارده الكريسبي، نقدمه مع مايونيز او كاتشب حسب ولادنا ما بيحبوا. البعض بيحب ياكله بالطحينه. معانا النهارده شويه مكرونه بالجمبري جامدين جدا. ايه التركايه وايه الخبره الطهويه اللي تخلي المكرونه واخده طعم الجمبري والجمبري واخد طعم الكريمه؟ الحاجات اللطيفه دي. معانا المفاجاه النهارده برجر بالسي فود. هنعمل قرص من البرجر كده في كل محتويات السي فود بتاعه البحر، كابوريا مخليه على فليه على سمك على جمبري على كاليماري، كل ده مع بعضه مع الخبره الطهويه اللي هي الصويا البودر، ونشوف ازاي نقدر ان احنا نشوي ونقدمهم في خبزه كبيره من اللي موجوده معانا. نحط معاه كاتشب بقى، بصل خاص المعتاد، ممكن نحط بطاطس مقليه حسب الرغبه. عايز اقول لحضراتكم الحلقه النهارده غنيه فوسفوريه وكمان غنيه خبره طهويه، وخاصه لاطفالنا الحلوين علشان يحبوا السمك، بما ان احنا في ايام الامتحانات وفي مذاكره وفي مسؤوليه على كل ام عظيمه بتتابعنا وبتشوفنا دلوقتي عايزه ابنها يطلع الاول وهو المتفوق على المدرسه او على العام الدراسي، فهي بتلعب دور مهم جدا، وانا سند ليكي في المطبخ اعمل لاولادك الاكلات اللي هم بيحبوها. نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، تعالوا مع بعض النهارده نرضي ولادنا. انت بتحب السمك البوري مشوي رده مستكاوي سنجاري صينيه فسفوريه صينيه سمك بالبطاطس؟ ذنب الطفل ايه يقعد على سفره مكلفه فلوس ومكلفه شغل كبير وفي الاخر الحسكه والشوك عامل له مشكله في ان هو ما يحبش السمك؟ فاحنا هنرضي ولادنا لغايه لما يكبروا ويعرفوا المسؤوليه ويعرفوا مصلحتهم فين، ويبدا بعد كده يقعد على حبايه البلطي يقزقزها زي الشيف المغازي من الراس للديل. انا عامل النهارده جمبري مقلي النهارده بطريقه بسيطه وسهله، ونشوف ازاي نخليه يبقى كريسبي ولطيف والكفر بتاعه ما يسيبش منه في قلب الزيت والجمبري ما يشربش زيت. المقادير على الشاشه. جمبري لحم، او نجيب جمبري قشر زي اللي معانا ده كده ونشيل القشر بتاعه ونشيل طبعا عرق الرمله اللي موجوده فيه حسب الرغبه. عندي الجمبري جامبو مش هيقول لا، جمبري لحم صغير مش هيقول لا. حلو الكلام. ومعانا دقيق ومعانا نشا معانا توم معانا شويه شمر حلوين، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبره. حلو الكلام. عايزاها سبايسي نقدر نتحكم فيها زي ما احنا عايزين. اول حاجه هنعمل التتبيله بتاعت الجمبري المقلي، ولكن شيف المغازي بيقول معلومه غير معلومه دايما في الحلقه. ايه هي؟ تكتبي على باب التلاجه بتتبلي جمبري بتتبلي كاليماري بتتبلي صبيط سمك في اللي هتقليه في قلب الزيت، اوعى تحط اي ماده دهنيه منعا باتا، لا زبده ولا سمنه ولا زيت. حلو الكلام. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. عموما السي فود كله عموما مش غلط على السكر. الغلط الحاجات اللي بنضيفها للسي فود اللي احنا بنظلمه، ان احنا نحط زبده كتير سمنه كتير الحاجات دي كلها. حلو الكلام. ولكن السي فود بطبيعته اذا كان مشوي افضل طبعا، ملاش نبعد عن الماليات نبعد شويه، وده مهم جدا، او ممكن يتشوي في الفرن او يتشوي على الجريلا. التتبيله بتاعتي حطيت توم شويه شمر شويه ملح شويه فلفل شويه زعتر شويه كمون شويه كزبره. حلو الكلام. هنحط معلقتين من النشا. ادي واحد معلقه هرم كده، وادي المعلقه الثانيه، بس كلام حلو ده. وعندنا يا عم الشيف معلقه مستردة صغيره. دي التتبيله بتاعت الجمبري المقلي. هنعمل ايه بعد كده؟ عصره ليمون صغيره، ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. حلو. ايه الاخبار؟ دي خلطه اهيت، شايفين القوام بتاعها ده كده، النشا ادالها قوام. النشا هيساعد على التصاق التتبيله في قلب الحبات الجمبري ويبقى كفر ماسك فيها. النشا هيساعد على ان الجمبري ده بعد ما يتقلي يبقى كريسبي. النشا هيساعد على الخلطه دي ما تسيبش في قلب الزيت ويبقى الزيت بتاعي متعكر
والجمبري ماشي في طريق والخلطة ماشية في طريق وهكذا. شايف الخلطة دي؟ اه. اقولها تاني، دي اتعملت ازاي؟ دي بتعمليها الجمبري جامبو، جمبري صغير، جمبري لحم. حلو. بتعمليها السمك فيليه تبقى لطيفة، وكمان تبقى السمك كريسبي، مفيش اي مشكلة. قلت انا الخلطة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن معلقتين من النشا، ده الاساس. حطينا عليهم معلقة من المستردة، ملح وفلفل وشبر ناعم وشوية توم وعصرة ليمون. هناخد الجمبري اللحم بتاعنا اهو. طبعا احنا معانا كمية. عندنا مكرونة بالجمبري هتطلع من الجمبري ده، وعندنا كمان البرجر بالسي فود هيطلع من الجمبري ده، ومعايا جمبري قشر هنقشره وناخد منه القشر بتاعه. فهناخد شوية الجمبري دول ننزلهم كده يا عم جمال في قلب الخلطة. شايف الجمبري ده كده التتبيله دي؟ اه. هو ولا عايز لا حلو ولا حادي يا استاذ رحاب، عايز هداء لام كريم. حلو. الراجل فرصه على شاشه القناه الاولى والتلفزيون المصري، وطبعا يا بختكم عندنا المكالمه بسعر عادي خالص، وبنبعت اهداءات وكلام حلو لكل الساده المشاهدين، ودي حاجه جميله حلوه من تلفزيون بلدنا. الجمبري اتبل معانا دقيق، كميه كبيره معلش. اه. هناخد الجمبري ده نحطه في قلب الدقيق ده مش اقل من نص ساعه. هي دي التركايه برضه. الجمبري ده هيطلع من التتبيله دي يتحط هنا مش اقل من نص ساعه. ليه يا عم الشيف؟ علشان يبقى الكفر وتبقى التتبيله حلوه، والحبات الجمبري تبان قدام عينك كده كبيره وزي الفل. اه. هننزله هنا كده. ونسيبه شويه بقى ننساه، ونشوف ايه اللي عندنا تاني. اه. اقول تاني التركايه هنا والمعلومه الغير معلومه. ايه يا عم الشيف؟ معلقة النشا اللي انا حطيتها على الجمبري هنا هي السر في ان الجمبري يكون كريسبي، يكون مقرمش. هي السر في ان الخلطة تمسك في الجمبري ما يسيبش من الجمبري. هي السر اللي هتخلي لك الجمبري ده في التتبيلة وفي الخلطة اللي انت حطها. هنقلبهم كده لغاية لما يفلفل في قلب الدقيق، ونسيبه على جنب كده ننساه شوية. حلو الكلام، بس طبعا يكون فيه الدقيق فوقه، مهم جدا خلي بالك، بس لازم انك انت تمسكيه بالشكل ده كده. اه. اه. وتتاكدي ان هي سابت من بعضه كده زي الفل. اه. حلو. تاني كمان نقلب، نتاكد ان كله بقى متفلفل، وناخد الدقيق اللي عندنا ده كده نسقطه عليه كده ونسيبه على جنب. يلا باي باي. حلو الكلام؟ دي أول خطوة. نخش على اللي بعده. هنعمل مع بعض دلوقتي شوية مكرونة بالجمبري هيعجبوكي قوي. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. تاني، أول حاجة الجمبري اللي أنا عملته ده كده بالشكل ده كده هيتساب على جنب لمدة 30 دقيقة 25 دقيقة. حلو الكلام، حسب كمية الجمبري اللي في الدقيق، بس لازم تكون كمية دي وفيرة تغطي الجمبري كله بالشكل ده كده. الجمبري ما يبانش من الدقيق، هنخليها على جنب. معانا الجمبري اللحم في قلب الدقيق، طبعًا عدى علينا من التايم تقريبًا 20 دقيقة أو 30 دقيقة، حضراتكم احسبوها كويس. كل ما زاد الوقت مفيش مشكلة. معايا زيت بيسخن كده شديد الحرارة. حلو الكلام. معايا بخاخة مية، أستاذ أحمد عوض مش بيحبها بس أستأذنك يعني هطلع بيها دلوقتي كده أعمل حاجة، معلش، علشان دي مهمة جدا. أنا بصطاد الجمبري من قلب الدقيق، بعد ما اصطاده من الدقيق أغرقه في الزيت دلوقتي، بس لازم الزيت هنا يكون كثيف، يعني كمية كبيرة كأنك بتحمري طعمية. وأوعى تنسي جمبري في قلب الدقيق، لان الجمبري ده لحم صغير كده، والدقيق ده ما ترميهوش خلي بالك، تقدري تنخليه وتشيل الكلكاع منه وتحطيه في قلب الديب فريزر في كيس كده، وتكتبي عليه دقيق للجمبري او دقيق للسمك، تحمري فيه بقى جمبري فيليه زي ما انت عايزه كده. مفيش حاجه هنا زي الفل. تمام، اصفيه تاني كده بالشكل ده كده. مهم جدا الحاجات اللي بعملها دي اهم حاجه على فكره عشان الجمبري يطلع معاكي زي الفل. انا عايز احط الجمبري ده في الزيت واشوف ايه اللي ورايا بعد كده. الشكل ده كده. هي غلبه شويه بس طبعا هتاكلي شويه جمبري بقولكيش بقى، تحس كده قطر معدي تحت اسنانك كنت بتاكل. اه. صوت عالي يعني كده وقرمشه وكريسبي وزي الفل كرانش يعني. اه. وجود النشا. الخطوه اللي اعملها دلوقتي برشاش الميه بتاعتي. دايما الشيف المغذي يقولك رش الميه مش عداوه، رش الميه بقلاوه، رش الميه قرمشه. شايفه دي اهوت، مهم جدا، مش عايز اسيب جمبري هنا خساره. حبايه الجمبري متغلفه كويس، شايله من التوابل،
وجود النشا هنا العصب والعامل القوي والاساسي. ناخد الدقيق ده نحطه ده على ده كده ونشيل الصينيه دي نخليها ورا. احنا كده زي الفل. حلو قوي. هنسوي كده ومعانا بخاخه الميه. انا متويها هنا خلي بالك يا استاذ احمد. ديت شكلها مش حلو خالص. سامحني معلش. دي مهمه جدا على فكره. رشه الميه دي مهمه جدا. السماكين بيعملوا ايه يا عم الشيف؟ بيحطوا عليها تدسيمه ميه بايده لانه بيعمل كميه كبيره كده على ظهر المصفى، فاحنا بنعمل كميه قليله كده على قد الايه؟ الطبق بتاعنا، انما بيعملوا 3 4 كيلو جمبري فبيحطهم في على ظهر المصفى ويبدا ينزل بيهم. كده زي الفل تمام. هي تركايه هنا يا استاذ احمد. استاذ احمد عوض معلش في شويه الميه دول انا عارف. هشيلها خالص. رميتها. حلو الكلام؟ واخد الجمبري ده كده في قلب الزيت. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. وانا بحطه كده انزله مفرفر كده. من النهارده تاكلي جمبري كريسبي. من النهارده خلطه الجمبري مش هتفك من الجمبري في الزيت. الكرنب المتقطع الرفيع مع كريمه او زبادي او مع مايونيز، ويا ريت تحطي معاها جزر مبشور، ويا سلام لو مامي جابت شويه زبيب حطيته في شويه ميه كده ونقعته وحطت الزبيب ده على الكولسلو بتاعنا. جيب لي الجمبري وهو بيتنطط في قلب الزيت ونشوف ازاي هيطلع معانا كريسبي. والجمبري ما يتلعبش فيه لا بسكينه ولا بشوكه ولا بمعلقه، هي لازم التنطيطه دي خلي بالك. شفت؟ نطلع بيه كده ونرميه مش ونسيبه. هنعمل ايه هنا بقى؟ بنشيل الجمبري ده كده اللي ادينه ونسيبه شويه والزيت ما يهداش لغايه لما الجمبري ده يصفي زيته. بس هي التركايه هنا بقى اهو. كانك بتحمري بطاطس مرحلتين، البطاطس اللي بتسود ديت وانت بتحمريها. هنخلي الزيت يسخن شويه كده ونسيبه يعني لمده دقيقتين تقريبا. حلو الكلام؟ واحنا شغالين مع بعض. انزل بالجمبري في قلب الزيت. يلا انزل يا عم الشيف. شفت النازله دي كده وخرجنا الجميل اهو. كانه نازل من اول مره. هو ده. نجهز طبق التقديم للجمبري. طلع الجمبري بتاعنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ سامع صوت القرمشه دي كده؟ نغرفه مع بعض. الجمبري هنا في الطبق ده كده. بص على الجمبري كده بقى وبص على الحلاوه. سامع الصوت ده كده؟ سامعين الصوت ده؟ هو ده الصوت اللي انا عايزه. ونقفل الزيت. حاضر. عينيا. شويه جمبري بجد، ما تحطيش اي خضره تحت الجمبري. نصيحتي ليكي لما تيجي تلف مقليات اوعى تقفليها، لان المقليات ما ينفعش ان احنا نقفلها عشان البخار اللي بيطلع منها بيطريها. خلي بالك. شويه بطاطس مقليين كده، الاولاد بيحبوا البطاطس دايما، بنبقى بنجيب رجليهم يعني. ايه ده يا ماما؟ بطاطس مقليه. ياكل، يلاقي ايده راحت على الجمبري. بعد كده ما تقدريش تشيل ايده من على الجمبري. يا ابني الجمبري بتاع اخوك لما يجي اعملي له. يا ابني الجمبري بتاع ابوك، ابويا ياما اكل جمبري. وهكذا. هو بس دوقي له الجمبري ده بطعم الخلطه الشريف المغازل اللي عاملها. بطاطس دي مهمه زي الفل. مطبخنا النهارده فوسفوري. الصوره الحلوه بتتحدث عن نفسها. خبره طهويه. عملنا البرجر بالسي فود، عملنا جمبري مقلي كريسب بنقدمه مع مايونيز او كاتشب حسب الرغبه. معانا ده، ادي المايونيز جنب السي فود بتاعنا. وعملنا مكرونه بالجمبري لطيفه وجميله لاولادنا واطفالنا الحلوين اللي مش بيحبوا السمك، معاها بطاطس مقليه. ودي زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنجيب رجلهم على السفره علشان ان هم يحبوا السي فود. رؤيه، فن، ابداع، سند ليكي في المطبخ مع اولادك. ربنا يكرمهم ويوفقهم يا رب للي بيمتحن واللي ذاكر واللي منتظر النتيجه من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. الكلام ده منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.